وزارة الخارجية تعلن استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين الراغبين بالعودة من السودان. بهدف خلط الأوراق وقلب الحقائق، حزب الإصلاح الإخواني يشن هجوما إعلاميا ضد التحالف العربي. بعد إعادة تأهيله بدعم إماراتي، المركز الوطني لنقل الدم يواصل تقديم خدماته للمواطنين في المكلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية تجمعات للنازحين غرب محافظة تعز، وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي أطلقت 3 قذائف هاون صوب تجمعات للنازحين في وادي الحناية بمنطقة الكدحة، فضلا عن قصف بالأسلحة الرشاشة، مؤكدة أن القذائف سقطت بالقرب من مخيمات النازحين، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال. استهدفت ميليشيات الحوثي بالأسلحة الرشاشة الأعيان المدنية جنوبي محافظة الحديدة، ووجهت الميليشيات أسلحتها الرشاشة صوب قرى آهلة بالسكان جنوبي مديرية التحيتة، ما أجبر المزارعين على مغادرة مزارعهم خشية على حياتهم، وتمارس الميليشيات استهدافها بحق المدنيين في المناطق التابعة لمحافظة الحديدة بشكل مستمر ضمن خروقاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني. أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين المتواجدين في مدينة بورت سودان الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، وبذلك تنتهي أزمة اليمنيين العالقين في بورت سودان بعد 40 يوما من المعاناة الإنسانية. في بيان لوزارة الخارجية اليمنية أعلنت فيه استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين المتواجدين في مدينة بورت سودان الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، وأوضحت الوزارة أن إجمالي من تم إجلاؤهم بلغ 2894 مواطنا ومواطنة، حيث تم إجلاء 864 عن طريق البحر بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مدينة جدة، وعدد 2030 تم إجلاؤهم جوا عبر الناقل الوطني إلى مدينتي عدن وصنعاء. وزارة الخارجية أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل السفارة اليمنية في الخرطوم واللجان المشكلة، والتي عملت ليلا نهارا لتسيير عملية الإجلاء برغم الأعداد الكبيرة التي تم إجلاؤها. بدوره أكد الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان استكمال إجلاء كافة العالقين اليمنيين في بورت سودان بمغادرة الرحلة الأخيرة يوم الاثنين على متن طيران اليمنية، وأضاف في بيان له أنه تنتهي بذلك 40 يوما من المعاناة الإنسانية المعقدة. ومنذ 24 إبريل الفائت نجحت لجنة طوارئ مشكلة من السفارة والاتحاد والجالية اليمنية في إجلاء حوالي 3000 يمني من المدن السودانية التي تشهد مواجهات مسلحة إلى مدينة بورت سودان على ساحل البحر الأحمر، والتي تبعد عن الخرطوم نحو 1800 كيلومتر، لكن عملية الإجلاء تباطأت بعد تكدس اليمنيين في المدينة الساحلية، وظلوا أسابيع ينتظرون الإجلاء في ظروف صعبة وقاسية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحق علي يعقوب، رئيس لجنة الطوارئ ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية من الخرطوم. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. في بداية، كيف سارت عملية إجلاء المواطنين اليمنيين من بورت سودان؟ يا مرحبا، أهلا بكم، حياكم الله، وشكرا لكم ولاهتمامكم ومتابعتكم المستمرة. وحقيقة كما أشار في تقريركم وبيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن عملية الإجلاء تمت على مراحل من مدينة بورت سودان إلى أرض الوطن، بدءا كانت بالنقل والإجلاء عبر الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكانت عبر 3 دفع بحرا إلى ميناء جدة. الدفعة الأولى كانت أيضا 242
ثم جاءت بعدها أيضا بثلاثة أيام دفعة فيها 172، ثم جاءت بعدها أيضا دفعة عبر سفينتين عسكرية فيها 450. هذا كان الإجلاء الذي تم عبر البحر وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والذي كما ذكر في التقرير أيضا الإجمالي 864. جاءت المرحلة الثانية بعدها أيضا بأيام عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية كأربع رحلات، كانت يومي 14 مايو و 15 مايو، الأحد والاثنين، رحلتين إلى صنعاء ورحلتين إلى عدن، وتم فيهما نقل 791. ثم جاءت المرحلة الأخيرة أيضا عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، وفيها تم استكمال عملية الإجلاء بسبع رحلات جوية، أربع منها إلى صنعاء وثلاث منها إلى عدن، وكان هذا إجمالي أيضا 1239، يعني الإجمالي أيضا 2030 من تم نقلهم جوا. بإجمالي كامل من تم إجلاؤهم وهؤلاء الراغبين طبعا في العودة 2894. طيب دكتور، ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتموها أثناء عملية الإجلاء حتى يتأخر إجلاؤهم بعد 40 يوما؟ حقيقة الصعوبات التي واجهناها من أول وهلة، وهي منذ إجلاؤهم ابتداء من الخرطوم في عدم توفر الباصات وشحتها وارتفاع أسعارها إلى مبالغ خيالية، في صعوبة التحرك يعني لأنه مواجهات، في توفر السيولة المالية لعدم وجود من ممكن يعطيك. هذه كانت ابتداء في الخرطوم ومنها أيضا في مدني. في بور السودان حقيقة لا أخفيك لربما كان التركيز الأول في الإجلاء هو بالتنسيق مع الجانب السعودي، والجانب السعودي كان يعمل لإجلاء لكل الدول، وبعدها أعلنت وزارة الخارجية السعودية توقف عملية الإجلاء، مما أيضا كان سبب في تأخير وإجلاء اليمنيين إلى أرض الوطن. بعدها تمت المتابعة والضغط والمناشدة والمعاناة حقيقة يعني أصبحت كانت كبيرة وشديدة، والحمد لله جاءت في الأول الأربع رحلات، ثم بعدها استكملت بسبع رحلات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود مقدرة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من رئاسة الوزراء، من المجلس القيادي الرئاسي، كلنا كنا على اتصال ومتابعة مستمرة معهم. طيب وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني انتهت عملية الإجلاء بسلام. طيب دكتور، ماذا عن المواطنين اليمنيين المتبقين في السودان؟ كيف هي أوضاعهم وهل تتواصلون معهم بشكل مستمر ومباشر؟ حقيقة هناك لا زال أعداد موجودين سواء في الخرطوم، بعضهم تم انتقالهم إلى بعض الولايات سواء في ولاية الجزيرة مدني أو في ولاية القضارف، بعضهم انتقلوا إلى ولاية كسلا، بعضهم إلى الشمالية، بعضهم هنا في بور سودان. هؤلاء فضلوا عدم العودة، منهم طلاب، منهم عمال، منهم تجار، في تواصل مع بعضهم. لا زالت الإحصائية ليست بهؤلاء المتبقين دقيقة، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن انتهينا من هذه العملية، عملية الإجلاء التي كانت فعلا هي المعاناة الأكثر والأكبر. ممكن الآن كسفارة يتم ترتيب وضعها
أين ستستقر في بورسودان؟ هل ستذهب الأوضاع في الخرطوم وتعود لممارسة الأعمال في الخرطوم؟ نعم. هذه كله سيكون للأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أشكرك وسنبقى معكم في تواصل في حال انجد جديد. أنا أشكرك الدكتور عبد الحق علي يعقوب، رئيس لجنة الطوارئ ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الخرطوم. يسعى حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن لخلط الأوراق مجددا من خلال مهاجمة التحالف العربي بعد تقلص مراكز نفوذه سياسيا وميدانيا في ظل مخاوف لدى قياداته من فقدان السيطرة على آخر معاقله ومصالحه. الإخوان المسلمون المتفرع منه حزب التجمع الوطني للإصلاح في اليمن هم شر من وطأ الحصى، هذا ما تصفه الأحداث والأزمات المتكررة والمفتعلة من قبل هذا الحزب الذي يعرف نفسه بالوطني خلاف واقعه الحقيقي المبني على المراوغة والتملص من المسؤولية على حساب استقرار الأوطان لصالح مكاسب وبقاء حزبه في المشهد اليمني. خلط الأوراق وقلب الوقائع والتشكيك والهجوم الإعلامي أدوات يستخدمها الإصلاح في حال شعوره بالخطر على مصالحه ومواقعه الاستراتيجية، إذ يشكل التحالف العربي بالنسبة لحزب الإصلاح في اليمن والذي جاء منقذا وداعما للشرعية اليمنية من بطش ميليشيات الحوثي خطرا حقيقيا يهدد بقاءه ونفوذه بإلقاء مسؤولية إخفاقاته في مواجهة الحوثي على التحالف العربي من خلال تسليم الجبهات للحوثيين لتفعيل إحدى أدواته وهي التشكيك بقدرات التحالف في مواجهة الحوثيين. حزب الإصلاح من خلال أداة قلب الوقائع رسخ مبدأ أن التحالف جاء للتقسيم وليس للوحدة، مع علمه أن مطلب المكونات الجنوبية في استعادة دولتهم تعود لما قبل تدخل التحالف العربي في المشهد اليمني لدعم الشرعية عام 2015 في محاولة منه بالتمسك بنفوذه العسكري المتبقي ومصالحه في المحافظات الجنوبية. ويرى المراقبون أن الحزب يعمد اليوم إلى استباق أي سيناريو قد يقوده إلى خروجه من مأرب عبر إثارة التوترات مع قبائل مأرب كما حصل بالنسبة إلى محافظة شبوة العام الماضي، ويسيطر عناصر الإصلاح على مدينة مأرب وهي آخر منطقة خارجة عن سيطرة الحوثيين في شمال اليمن. ويتزامن الاستفزاز الإخواني في مأرب مع نذر تصعيد في حضرموت من خلال وادي وصحراء حضرموت، حيث توجد المنطقة العسكرية الأولى التابعة للإصلاح، وتشن الأذرع الإعلامية لإخوان اليمن هذه الأيام حملة ضد التحالف من خلال الاستعانة بمحللين دورهم الهجوم الإعلامي من خلال الخطابات العدائية تجاه التحالف ووصف دور التحالف العربي بالهدام في اليمن. لذلك وبعد كل هذه الشواهد تثبت هذه الجماعة المتطرفة في فكرها وسياساتها نحو اليمن وحلفائه والمواطن أنها عدو وحليف خفي لميليشيات الحوثي هدفهما الوحيد المشترك الحرب وإفشال السلام. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض مباشرة عادل المدوري، رئيس تحرير الجريدة بوست. أهلا بك معنا سيد عادل في هذه النشرة. في البداية، كيف تفسرون هجوم الإصلاح للتحالف العربي مع أن التحالف تدخله كان منقبا للشرعية اليمنية من بطش الحوثي والذي هو بطبيعة الحال له النصيب الأكبر في الحكومة إن بنى غزو الحوثي؟ مساء الخير والتحية لك ولمشاهدي قناة الغد المشرق. الحقيقة حزب الإصلاح يحاول أن يغطي على فشله الذريع. حزب الإصلاح استلم السلطة في عام 2012، استلمها واستلم الجيش واستلم الدولة والمؤسسات، وخلال العشر السنوات السوداء اليوم في عام 2023 نكب الدولة ونكب الجيش ولم يبقى معه سوى مديريتين في مأرب وربع مديرية في تعز. حزب الإصلاح قبل أن يتهم التحالف يا سيدي هو من 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 وجه الطعنات، يعني كل الطعنات القاتلة التي لحقت بالوحدة وبالجمهورية كانت بخنجر حزب الإصلاح المسموم. حزب الإصلاح عندما تم تأسيسه في عام 1990 كان الهدف من هذا التأسيس هو قتل الشراكة وإنهاء الشراكة الحاصلة التي أقيمت عليها الوحدة بين الجنوب والشمال.
حزب الإصلاح وكلت له مهمة يعني عام 94 الحرب في الجنوب، وهذا الحزب استقلب الإرهابيين وجمعهم من أفغانستان ومن الشرق ومن الغرب وقام بغزواته في الجنوب. هذه الحرب التي تشبه الحروب التي كانت تدار في أفغانستان، عاملوا أبناء الجنوب كأنهم صليبيين، حتى أن عبد المجيد الزنداني في خطابه يقول سلم نفسك لأقرب مسجد، يعني بكل وقاحة، وكأن المسلمين وكأننا مش مسلمين ولا مؤمنين. حزب الإصلاح يا سيدي، الطعنة التي استخدمها في الجمهورية والوحدة هي ورقة الإرهاب. بعد عام 94 عندما احتلوا الجنوب وقضوا على الشراكة وشردوا ما يقارب نصف ما اكثر من نصف مليون من الوظائف الجنوبيين، وقتلوا ما يقارب ربع مليون من الجنوبيين، ثم جمع لك الارهابيين في الجنوب، وكانت تدار العمليات الارهابيه من داخل محافظه شبوه، من داخل محافظه ابين، ووصلت الى كل مناطق الجنوب. حزب الاصلاح يا سيدي هو ركب ثوره 2011 وعمل على اسقاط النظام في صنعاء، ثم ورط في الدوله، لا توجد عنده اي خبره في اداره الدوله، وبالتالي يعني اول من ذهب للتحالف مع الحوثي هو حزب الاصلاح، ذهب الى صعده وتحالف واتفق مع الحوثي، وهو من اول من ادخلهم الى ساحه التغيير وعمل المخيمات لميليشيات الحوثي داخل صنعاء، وكأن لم تكن هنالك حروب ستة. تعامل حزب الإصلاح القبي وتعامل حزب الإصلاح مع الأحداث بعدم دراية أدى إلى كارثة التي نعيشها اليوم. حزب الإصلاح يا سيدي بعد 2011 استلم الدولة وأدار المؤسسات وحول كل المؤسسات إلى مؤسسات أخوانية، أخوان الوزارات، أخوان الجيش، دمر تدمير كامل وحوله من جيش، من مؤسسات كانت تمتلك قوات إلى جيش وطني إخوانجي بمعنى الكلمة، جيش يتبع الحزب. تحول المدرسين ورعاة اللي كانوا يشتغلوا بالفرزات ورعاة الغنم إلى قيادات وعمداء ورتب عسكرية عليا، كلهم من حزب الإصلاح. سيد العزيز، حزب الإصلاح دخل التحالف العربي لإنقاذ هذه الكوارث التي سبب بها حزب الإصلاح، ومع ذلك أعلن متأخرا قبوله بالتحالف وقبوله بعاصفة الحزم وتأييد عاصفة الحزم، ودخل معها ليس من أجل نصرة عاصفة الحزم، وإنما دخل من أجل تدمير عاصفة الحزم. دخل هذه المؤسسة ودخل هذه العاصفة وهو كان يضمر الشر، دخل وعمل على 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 تسليم الجبهات واستولى على الدعم بالضبط. وحول في هذه النقطة سيد عادل، بدل ما في هذه النقطة سيد عادل، لماذا دائما أقول لك يا سيد العزيز، من عام 2011 إلى 2021 هناك كوارث وعشر سنوات سوداء، أصبحنا اليوم أمام وضع كارثي بسبب حزب الإصلاح، فلا يجي زايد على الناس ولا يجي يحاول يتهم التحالف أنه هو سبب الفك الارتباط. يا سيدي الجنوبيين من عام 2007 ومع عام 1994 و 97 وهم في ثورة وكانت ماشية إلى الأمام، ونحن ماشيين إلى استعادة دولتنا، لأننا لم نجد وحدة، كلها كذب طيب. وشعارات فاضية. في نقطة سيد عادل ذكرت نقطة مهمة، وقد أفرغت من مضمونها سيد عادل، في نقطة مهمة ذكرتها في سياق حديثك على مسألة الجبهات. لماذا دائما هذا الحزب يحاول التشكيك في التحالف العربي من خلال إخفاقه في مواجهة الحوثيين والتواطؤ مع ميليشيات الحوثي من خلال تسليم الجبهات والعمل على إفشال أي انتصار للتحالف العربي، وفي نفس هذا السياق أيضا يسعى إلى إفشال عملية السلام من خلال وجوده وبقائه في السلطة، بما أن لو انتهت هذه المشكلة بالتأكيد سينتهي معه حزب الإصلاح. كيف تعلق على هذه أو على هذا الطرح؟ أعلق أن الحزب الإصلاح يعني اليوم أصبح متكسب، يعني خلال سنوات الحرب الثمانية أكبر عملية ثراء حصلت لقيادات حزب الإصلاح، أصبحوا هوامير، يعني تتكلم على 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 قيادات كانت لا تمتلك حتى سندويتش، مثلا توكل كرمان وحمود المخلافي كان ما يمتلك قيمة سندويتش فطور صباح اليوم. اليوم يتكلمون على مليارات واستثمارات وقنوات فضائية وبناء يعني وهبات ويقوموا مشاريع، يعني أموال ضخمة جدا جمعوها خلال هذا الحرب. فبالتالي عندما تتكلم إنهاء الحرب يعني إنهاء مصالحهم، وأنا صراحة أنا أعتقد أنه لا يوجد حل للأخوة في اليمن الشمالي
إلا بإنهاء حزب الإصلاح كمدخل لتحرير الشمال، لأنه الوضع الحالي لا يمكن أن يحرر الشمال طالما وحزب الإصلاح هو حائط صد لهذا التحالف، وبالتالي الشعب في الشمال بحاجة إلى تشكيل مجلس انتقالي شمالي يكون مدعوم من قبل الشعب نفسه، يعني مستقل، وكذلك دعم سيتلقاه من الجنوب ودعم من التحالف، وبالتالي نستطيع أن نتكلم عن تحرير صنعاء. أما حزب الإصلاح والله لن يكون هناك أي تحرير، وتستمر النكبات والجبهات. وأنا أعتقد اليوم حزب الإصلاح عندما نتكلم، عندما أقيمت ندوة قبل يومين في مأرب وتكلم مبخوت الشريف عن الوحدة وما وحدة، كلها شعارات جوفاء وفاضية. مبخوت الشريف هذا رئيس حزب الإصلاح في مأرب يتهمه أبناء القبائل في مأرب بارتكاب جرائم بحق القبائل، يستخدم سلاح الدولة لضرب القبائل. عندك مثل ما حصل في سيناريو شبوة عندما كان بن عديو، وعندما كان هذا اللي هو قائد القوات الخاصة، عندما كان يرسل القوات الدولة لضرب المدنيين وضرب وقصف المنازل. اليوم تتكرر السيناريو نفسه في مأرب، المدنيين يتعرضون للقصف بسلاح الدولة وبسلاح التحالف الذي استولى عليه حزب الإصلاح. وأنا أناشد المجلس القيادة الرئاسي بالتدخل لحماية المدنيين. كثير من الرسائل تصلنا من مأرب أن الحزب الإصلاح يقوم بمهاجمة المدنيين، وعلى المجلس الرئاسي أن يقوم بمواجبه. يا سيدي العزيز، أنا أعتقد أنه الحزب الإصلاح اليوم هو يعني صراحة يعاني يعني في حالة الموت البطيء منتهي جدا، لا، وهو ينفض أنفاسه سواء كان في مأرب، ولذلك يهاجم التحالف. طيب سيد عادل، أيضا في نقطة مهمة، مسألة القضية الجنوبية. دائما حزب الإصلاح يتلاعب بهذه المفردات ويقلب الوقائع من خلال يعني إعلان أو شرعنة أو ترسيخ مبدأ أن التحالف جاء لتقسيم اليمن، ومع أن هذه القضية الجنوبية قبل مسألة 2015 وقبل أساسا أن يتدخل التحالف لليمن. ما الهدف من هذا السيناريو من قبل حزب الإصلاح؟ هل هو لضرب الجنوبيين بالتحالف كي يفضى أو كي يستطيع حزب الإخوان التغلغل في هذه المسألة ويستفيد من تبعات أي اضطراب بين الجنوبيين والتحالف العربي؟ أنا أعتقد الذي يتحدث عن الوحدة في هذا الوقت تحديدا أعتقد أنه ينفذ أجندات حوثية. وحدة مع من؟ يعني هو يريدنا أن نتوحد مع الحوثي، وبالتالي حزب الإصلاح عندما يرفع شعار الوحدة ولا يرفع استعادة الجمهورية، فهو يريد للجنوب أن يجرها إلى تحت سلطة الحوثيين. فهذه الشعارات هي أجندة حوثية، وأعتقد أنها لن تنطلي على أحد. حتى اليوم كثير من شرائح المجتمع في الشمال أدركوا أن لا يمكن أن تكون وحدة مع الحوثي، لا يمكن أن يدفع أبناء الجنوب الخمس للحوثي، لا يمكن لأبناء الجنوب الحر الذي ضحى وقدم آلاف الشهداء والدماء أن نروح نسلم أو نحبحب ركب الحوثيين، لا يمكن للجنوبيين أن يسلموا 20% من الثروات النفطية للحوثي كخمس. من يتحدث عن الوحدة اليوم هو ينفذ أجندات حوثية. الإنسان الوطني الشمالي الذي يبحث عن الوحدة عليه أولا أن يحمل السلاح ويواجه الحوثي ويعمل على تحرير صنعاء من الإمامة، ثم يعيد الجمهورية العربية اليمنية التي أقيمت بينها وبين الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اتفاقية الوحدة، ثم نتحدث عن الوحدة. أما في هذا الواقع اليوم الذي نعيشه، الذي يتحدث عن الوحدة هو ينفذ أجندات حوثية ولا يمكن تنطلي على أحد هذه الأكاذيب. أنا أشكرك، كنت معنا مباشرة من الرياض عادل المدوري رئيس تحرير الجريدة بوست. أعلن مكتب تنسيق الشؤون اللسانية التابع للأمم المتحدة أن الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة خصص 18 مليون دولار لدعم الملايين من اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وقال المكتب في بيان صحفي إن التمويل سيستهدف ثلاث محافظات هي الحديدة وحجة وتعز، وأضاف أن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في عام 2023، وأن مستويات سوء التغذية الحاد قد ارتفعت بشكل كبير خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.
بحث محافظ حضرموت مبخوت بن باضي مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة لبلادنا عموما وحضرموت على وجه الخصوص، وخلص الاجتماع إلى اعتماد المدى خلال 60 إلى 90 يوما في مشروع مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لعلاج سرطان بالمكلة وبحث الحلول العاجلة لتحسين الكهرباء بالمحافظة. ثمن وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم سقطري دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عجلة التنمية في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعان الزراعي والسمكي. وأشار السقطري في لقاء خاص مع الغد المشرق يعرض اليوم بعد موجز الثامنة إلى أهمية مشروع سد حسان لأبناء محافظة أبين. تم الاتفاق على ايجاد شخصيه جديده او مقاول جديد او شركه جديده للتنفيذ اللي هي الان الشركه اللي اختارها الشركاء بدوله الامارات العربيه المتحده من صندوق ابو ظبي، وهي الان في ابيان تنفذ هذا المشروع بقيمه اجماليه 78 مليون دولار كمرحله اولى. سد طبعا عملاق، من هذا القناه نحن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الجهد الجبار الذي يقوم معنا ليس في سد حسان فقط، وإنما وجودهم معنا في هذه الأزمة منذ بدايتها وما قبل ذلك. فأولاد زايد يعني خيرهم وصل إلى القاسم الداني في كل بقاع الأرض. منذ إعادة تأهيله ودعمه بالأجهزة الحديثة من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2019، يواصل المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بمدينة المكلا تقديم خدماته للمواطنين في 5 محافظات من خلال توفير الدم ومشتقاته. المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بمدينة المكلا يعد المركز الوحيد على مستوى المحافظة المتخصص في توفير الدم ومشتقاته. العاملون في هذا المركز يبذلون جهودا مضاعفة لتقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمرضى وفق أعلى درجات الجودة والمطابقة للمقاييس والمعايير. يقدم المركز خدمات مجانية لكل المترددين من المرضى من أمراض الثلاسيمة وأمراض الدم الوراثية وأمراض الغسيل الكلوي والسرطانات وأمراض القلب وغيرهم المرضى الآخرين المترددين على المركز، ويقدم مشتقات الدم كالصفائح الدموية والبلازما وكرات الدم الحمراء والكرايوبريسيبتيت المرسب البارد يعني عوامل جلطة الدم. عندنا جهاز حديث مقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. هذا المركز يقدم خدماته لخمس محافظات هي حضرموت، شبوة، البهرة، سقطرى ومأرب. استفاد من خدماته خلال العام الماضي نحو 20,000 شخص. تضاعفت أعداد المستفيدين خلال هذا العام لتصل في الربع الأول إلى نحو 10,000 مستفيد. نحتاج إلى مبنى مستقل خاص يضم كافة الأجسام، يستوعب عدد أسر أكثر، أيضا توسعة في المكان، يكون يعني مبنى خاص لحاله بحيث أنك تقدر تطور فيه أكثر وأكثر من ناحية الأجهزة، من ناحية المساحة، من ناحية توسع في عدد الأجسام إداريا وماليا وفنيا مختبر بشكل عام. يعني بعد ما يتم أخذ الدم العام الهول بلاد يتحول من قسم الفصل أو من قسم السحب إلى قسم الفصل. في قسم فصل مشتقات الدم ننتج من كل وحدة دم هول بلاد 3 مشتقات أو 4 مشتقات أساسية، واللي هي الباكت ار بي سي عبارة عن خلايا الدم الحمراء، البلازما اللي هي سائل الدم، والبليتلت واللي هي الصفائح، والكاريوبريسيبتات اللي هي عوامل التجلط التي تفيد أصحاب الهيموفيليا. ما شاء الله المركز ما يحتاج، كل شيء موجود، في خدمات متكاملة، فصائل موجودة دم، في حالة نقص دم ولا شيء نجي نبغى قربة دم يعطوك قربة دم حتى يتم يجيب متبرع رد غيره، يعني موجود متوفر كل شيء موجود. يعني تأسس المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العام 2016 بإمكانيات شحيحة أجبرته على التوقف عن العمل. وفي عام 2019 أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في تربيبه وإعادة تأهيله وتشغيله ودعمه بالأجهزة المتطورة. المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بحاجة إلى اهتمام حكومي يتمثل في اعتماد الموازنة التشغيلية الكافية وتوظيف العاملين المتعاقدين.
المركز أيضا بحاجة إلى تطوير وتوسعة نظرا لازدياد أعداد المستفيدين ومن مختلف المحافظات. أحسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، المكلا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. اختتام دورة العزف الموسيقي في عدن. أهلا بكم من جديد. اختتم مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي دورة العزف الموسيقي في العاصمة عدن بهدف تنمية الحس الإبداعي لدى المشاركين. الفتية والفتيات هنا يبدعن في دورة عزف الموسيقى التي نظمها مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي لتنمية الحس الجمالي والقدرة الإبداعية لديهم. دورة هذه أول من نوعه، طبعا قدرنا ندرب 3 آلات مع بعض، يعني آلة العود والجيتار والكمان. الحمد لله في خلال 12 جلسة، طبعا 12 يوم كان في الأسبوع مرتين في اليوم، يعني اللي هو السبت والأحد كان دوامنا، يعني في الأسبوع 6 ساعات، يعني معدل 24 ساعة في هذه الدورة. دورة الموسيقى في المركز الثقافة والفنون كانت لمدة يومين في كل أسبوع لمدة 4 أسابيع. طبعا هذه الدورة علمتنا الكثير من الجانب العملي في العزف، في ناحية النظريات الموسيقية، كيف الأصوات اللي نسمع بعضها والكوردات، كيف نقدر نستخرج الكوردات سماعيا والسولوهات. المشاركون هنا يطمحون من خلال هذه الدروس إلى رفع الذائقة الموسيقية التي تمكنهم من نشر الإبداع. سعيد جدا اليوم أنا بحضور هذه الدورة التي تتعلق في الجانب الإبداعي والجانب الفني، وبالذات أن يكون قوامها يرتكز على العنصر النسائي الذي نفتقر إليه كثيرا في هذا البلد. والواقع مجال الإبداع مجال ثري وخصب. استفدت أني دخلت عزفت كثير ومستمرة بالمعزوفات، وأشكر أستاذ عبد الوهاب اللي ساعد نحن ودعم نحن أن نحن نواصل ونشجع نحن أن نحن نتحدى الصعب. خطوة إيجابية لإعادة الروح الفنية إلى هذه المدينة الرائدة رغم شحة الإمكانيات وركود النشاط الفني والثقافي بعد إلغاء مادة الموسيقى من مدارس مدينة عدن وباقي محافظات الجنوب. فاتن اسكندر، لقناة الغد المشرق، عدن. قررت شركة ميتا دخول المنافسة أمام تويتر، وخاصة بعد تراجعه، وما زال المستقبل غير مؤكد بالنسبة لتويتر بتطبيق جديد للتدوين قائم على واجهة انستغرام. وسيكون التطبيق الذي متوقع إطلاقه خلال الصيف قائما بذاته، غير أنه سيدمج جزئيا مع انستغرام، إذ سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم وسيتلقى جميع متابعيهم إشعارا لمتابعتهم عبر التطبيق الجديد. واستنادا إلى لقطتي الشاشة المسربة، يبدو التطبيق الجديد كما لو أنه دمج بين انستغرام وتويتر معا. احتفلت النيبال بمرور الذكرى 70 لتسلق النيوزيلندي إدموند هيلاري والنيبالي تينيغ جبل إيفرست الأعلى في العالم، وجرى تكريم أفضل المتسلقين النيباليين من بينهم كاميريتا الملقب برجل إيفرست، والذي وصل إلى قمة أعلى جبل في العالم للمرة 28. خلال العقود 7 الأخيرة تسلق أكثر من 6000 شخص أعلى جبل في العالم، فيما لقي أكثر من 300 متسلق حتفهم ضمن الفترة المسيرة. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعلوم.
وزارة الخارجية تعلن استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين الراغبين بالعودة إلى السودان. بهدف خلط الأوراق وقلب الحقائق، حزب الإصلاح الإخواني يشن هجوما إعلاميا ضد التحالف العربي. وبعد إعادة تأهيله بدعم إماراتي، المركز الوطني لنقل الدم يواصل تقديم خدماته للمواطنين في المكلا.